السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أوتوديسك نفس ووركس. البرنامج ده فيه حاجات كتيرة مذهلة، منها إن هو بيعمل تايم لاين للحاجة بحيث تشوف المبنى هو بيتبني. في عندي برضو كلاش ديتكتيف، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ده بيجيب لي الحاجات خبطة فين. طب ما برضو نفس الموضوع موجود في الريفت. الريفت برضو بيقول لي دي خبطة في دي، في حاجة خبطة في حاجة، بس هنا بيداني بطريقة تانية أشيك وأجمل، بحيث إن أنا ممكن أقول له أجي هنا من هوم كلاش ديتكتيف وأقول له اعمل لي تيست جديد. بلاقي عندي شوية ممكن أحط قاعدة من القواعد الجديدة، لو هما الاتنين على نفس اللاير يجيب لي المشكلة، لو هما الاتنين في نفس الجروب يعني أحط له شروط. ممكن أجي هنا أقول له أنا عايز لو في سيرفيس حاجة خبط في حاجة أو لاين أو بوينت، ممكن أقول له لو دوبليكيتد يعني قتل الحاجات اللي خبط في حاجة، قتل كليرنس ممكن أقول له أنا مش عايز حاجات خبط في حاجة، أنا عايز لو في مثلا ماسورتين مسافة بينهم أقل من 30 سنتي اعتبرها مشكلة، أو مثلا الكيبل تري لو في كيبل تري قريب من ماسورة مية مسافة أقل من 30 سنتي أو 20 سنتي اعتبرها مشكلة، لأن لو حصل مشكلة في ماسورة المية هتيجي على الكيبل تري فلازم أبعدهم عن بعض. فهو بيديني إمكانيات أكتر. تمام، يعني أنا أقوله دلوقتي دوبليكيتد وأقوله ران تيست. بيقول لي ده في 6 حاجات مكررين في السلم دوت، هو تقريبا السلم كله متكرر فعشان كده هو اكتشفه. تمام، طيب بعد ما مخلص بقول له ريبورت الحاجات كلها اللي فيها مشاكل. ريبورت دي التقارير، ممكن اشيل منها حاجه او احط منها حاجه. انا اقول له مثلا انا مش عايز السامري، انا عايز الايتم نيم، عايز الايتم باس. تمام، واقول له انا عايز التست ده بس، قول تيست لو في اكتر من تيست عايزهم كلهم مع بعض في جدول واحد او سيبريتد كل جدول لوحده. شوف انت عايز صفحه اتش تي ام ال ولا تكست ولا اكس ام ال، واقول له رايت ريبورت، بيبدا يصدر لي التقرير دوت في المكان اللي انا عايزه، بحيث اجيب لي ده خبط مع ده في المكان الفلاني. فابدا اشوف المكان ده فين، يعني هخليها على الديسكتوب دلوقتي تيست 1. تمام، هو صدر كده التقرير. دي الكلاشات دي كلها جداد لان اول مره نعمل تيست، فعشان كده هحطهم كلهم في نيو. بعد كده يقول لي لا ده حاجه قديمه. تمام، زي ما انت شايف ممكن اول ما بقف على اي تقرير فيهم بيجيب لي هي موجوده فين. ممكن اقول له دي ابروفد، توافق عليها، ريسولفد، دي اتحلت خلاص ما تهتمش بيها بعد كده، واحدة بس اللي جديدة و5 اكتف. تمام، طيب تعال نشوف التقرير اللي هو دوت، اقول له اوبن. ده التقرير. التقرير فيه ميزة ان هو بيجيب لي بالصورة بحيث ابدأ اشوف الصورة دي موجودة فين. ده الكلاش بيقول لي الايتم 1 خبط مع الايتم 2، الاليمنت اي دي بحيث ممكن في قلب الريفت اعرف موجود فين بالظبط، اللاير ده موجود في انهي دور، السوليد، يعني بيديني شويه معلومات تفصيليه عن كل حاجه موجوده في المشروع. تمام، فزي ما انت شايف هو بيديني شويه امكانيات عن الريفت. الريفت كنا بنيجي هنا بقول له سيرفيس تشيك، بس ما كانش بيديني صوره جميله زي ما النفس وركس بيديها لي زي ما انت شايف تقرير بالتفصيل، وممكن فيه شويه اختيارات افضل من الريفت. تمام، هو برنامج سهل وبسيط، ويعني بيديني البعد الرابع. تمام، دي فيلا انا عاملها وبحاول بس اطبق عليها الحاجات، الشغل اللي احنا بنتعلمه مع بعض بحاول اطبق على الفيلا ديت، فيلا صغيرة خالص. تمام، اخوكم عمر سليم.